السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة. البداية من أبرز المتابعات: المنتخب الوطني يكثف من تحضيراته في أندونيسيا تحضيرا للمواجهات في التصفيات المزدوجة. استعداداتنا استعداد جيدة لمباراة أندونيسيا، مباراة مهمة رغم تأهل الفريق للمرحلة المقبلة، لكن بقت مباراتين متبقية أمام أندونيسيا وأمام فيتنام. الحمد لله وصلنا إلى أندونيسيا بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، ورغم صعوبة الجو والرطوبة عالية كلش، لكن الحمد لله وشكر أنه وصلنا قبل 4 أيام. عندنا وقت إن شاء الله نقدر نتأقلم ويا الأجواء ويا الظروف، وإن شاء الله نقدم مباراة ونكسب الفوز ونبقى في صدارة المجموعة. اليوم ثاني يوم تدريب، ان شاء الله جاهزين للعبه على اندونيسيا، وان شاء الله نفوز نفرح الجمهور ونرفع راس البلد. الحمد لله وصولنا الى اندونيسيا، صحيح كانت رحله طويله لكن هذا الشيء ما يكون عائق علينا. الحمد لله كل شيء متوفر لنا، من سفرنا كان قطاعه خاصه، ايضا وصولنا للفندق توفر لنا كل المستلزمات، وخذنا وحدتين تدريبيتين، الاولى كانت استشفائيه واليوم كانت وحده مهمه ايضا. بتفكيرنا في المباراه على 3 نقاط والاستمرار في سلسله من الانتصارات في التصفيات الاولى ان شاء الله. كل اللاعبين على قدر المسؤوليه، كلهم عزيمه واصرار على تحقيق نتيجه وال3 نقاط والتفكير في المباراه القادمه ان شاء الله. استعداداتنا جيدة لمباراة اندونيسيا، مباراة مهمة بالنسبة لنا. وصلنا يوم أمس، أخذنا وحدة تدريبية للاستشفاء التدريبي لخوض مباراة اندونيسيا، وإن شاء الله نخطف 3 نقاط ونفرح الجمهور العراقي. الكابتن يونس محمود في تصريح لكورة: لا تهاون في المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني. الحمد لله المنتخب الوطني ماشي بسلاسة، نتمنى ان يقوى عوده بعد اكثر. التصفيات القادمه تصفيات لا مجال بها ولا تهاون بها، احنا عادين العده ان شاء الله، ونتمنى من رب العالمين المسيره مالتنا تكون بالصوره الصحيحه. الان رتبنا مع المدرب، في جلسنا مع المدرب، وحتى شهر 9 شنو راح يكون لها، تقريبا صار الترتيب الى 80%، فاحنا شغالين يعني عده اتجاهات نشتغل عليها حتى نقدر نوفر لهؤلاء اللاعبين يقدمون للجماهير العراقية فشي يرضيهم. الكابتن باسل غورغيس: شهر العسل للمنتخب الوطني سينتهي بعد حزيران. والله منتخب وطني يعني إرادة، أنا أشوف بعد يعني إرادة، رغم أنه في بطولة آسيا ظهر نوعا ما كان أحسن، بس عندنا مباريات قوية جدا، صحيح عندنا في الشهر 6 مباريات أيضا يعني تكون مع نفس الفرق، بس بعد يعني الشهر 6 أعتقد شهر العسل راح يخلص، نبدي بالمهمة الصعبة. لا طبعا هو ما توقف على واحد أي شغلة كانت، لا بالعكس الموجودين الخير وبركة بيهم، يعني الحمد لله أمورهم كلها جيدة، أنا أخذت دوري كثير وخلص يعني الأمور هي هاي. الكابتن حيدر نجم: اللاعب محمد قاسم واللاعب محمد داود ومهاوي سيقدمون الأفضل مع النجف. إعادة محمد قاسم، محمد داود، على مهاوي إلى مستواهم حقيقة، وين الخطة مال كادر تدريب؟ لا شوف، هم ذول هؤلاء اللاعبين يعني ما يعني أكون لهم كل الاحترام، هم نجوم، لكن كل لاعب يمر في فترات صعبه يحتاج الى مدرب ان يحتضنه ويقومه ويتعب عليه. مثل ما نقول كابتن عبد الغني عنده تجارب كثيره، يعني اكثر من لاعب سبق وان عاد للمنتخب، سواء المنتخب الوطني او حتى للمنتخب الاولمبي. اللاعبين اللي ذكرتهم هم سبق وان تدربوا تحت قياده الكابتن عبد الغني شهد، والحمد لله الان بدت نتائج العمل والجهد اللي بذله معهم السيد المدرب، واحنا كمساعدين معاه كل شاهد. محمد قاسم رجع على وضعه الطبيعي، رغم انه احنا كجهاز فني نعتقد تماما انه محمد وكلهم محمد ما شاء الله، لا زال عندهم خزينه ولا زال عندهم الكثير،
لكن ان شاء الله المباراه القادمه راح يقدمون افضل من المستوى اللي قدموه في المباراه السابقه. الكابتن حيدر عبودي انا مستمر مع نفط الوسط حتى في حال الهبوط من دور النجوم. لا بالعكس انا احب المجازفه، يعني انا احب المجازفه، فيعني حتى النادي نفط الوسط قالوا حتى ماكو مشكله بس تجي حتى وان هبطنا درجه اولى يعني تبقى حتى يعني ناس اشتروني، فالحمد لله والشكر. مرات المدرب يشتغل وحتى لو كان فتره قليله بس يقدر ان يخلق بها قرار من البدايه موجود، يعني من بدايه الموسم ما يعني ما غادر، اكو فتره يمكن انصاب او مسافر بها، فاعتقد القرار هو شويه يعني اللاعب كتعتبر مدرب على اللاعبين اخ كبير لهم، فاعتقد دافع معنوي للاعبين، فنقول الحمد لله والشكر لك. الكابتن صباح قاسم يعلن عن موعد قريب لإجراء انتخابات الطلبة. يعني بالتأكيد احنا مشروع باقي، المشروع كإدارة احنا حاليا نفكر للمستقبل، نهيئ ممكن أكاديمية النادي باسم نادي الطلبة، ممكن احنا حاليا نعد سكن خاص للاعبين ومتوزعين اللاعبين في فنادق متعددة. مشروعنا حاليا يعتمد على الشباب، هيئنا فرق على نوعيه جيده، الملعب بنحاول احنا نرجع ملعب نادي الطلبه افضل من السابق، فهذا المشروع اللي هو باقين احنا كاداره بعد الانتخابات اللي راح تجري قريبا ان شاء الله، هو هذا مشروعنا وان شاء الله نحققه خدمه لنادي الطلبه، وراح تشوفون نادي الطلبه غير ان شاء الله. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيف كورة هذا المساء اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي الواصل متأخرا إلى برنامج كورة الكابتن حيدر محمود. مساء الخير عليك أخ علي وعلى مشاهدين الكرام، وأرجو المعذرة لأن مو بيدي، بغداد كلها مسدودة صاير اليوم شكو ما أعرف والله، على غفلة كل جسور غلقت والزحام، والله يعين اللي سمعتهم بالأسعاف، يعني ما أعرف ممكن أني تحملت الوقت وتأخرت عليكم، لكن ذولا بالأسعاف ما أعرف لا حول ولا قوة. ما متوقع هي أحداث ما متوقع، يعني جيت من وقت حتى قبل ساعة قلت هو رايح من وقت أمزين طلعت قبل ساعة، ولا زين الموحد متوقع قلوب سوادي. حياك الله كابتن، كل هلا حيك. توقف الدوري بعد الجولة 32 والشرطة في صدارة الدوري، أكيد هذا التوقف راح يكون فائدة للفرق جميع المتنافسة ولا الفرق أيضا بالمؤخرة، على عكس المتوسطة مرتاحة هي، الفرق المقدمة أكيد هم راح تعد الفريق بشكل أمثل، وأيضا للاعبين اللي عندهم إصابات عودة، كذلك الفرق بالمؤخرة أيضا ممكن يعني ترجع الروحية بفترة، لأن أنت انقطاع يمكن راح تصير أكثر من أسبوعين إلى أكثر، فأكيد راح يكون ممكن هاي الفترة تفيد يعني إيجابية، أشوف أنا الفرق اللي هي بالمؤخرة، فأنا أشوف هذا التوقف إجا يعني فائدة لجميع الفرق، لأن خوضوا مباراة خصوصا في هذه المرحلة مباراة بين 4 أيام وثلاث أيام بعض الفرق، أكو بعض الفرق يومين ولعبوا المباراة ثالث يوم يعني، فأقول أني هاي تو فائدة يعني جيدة. هسه هو توقف والمشكلة إقالات واستقالات والأندية ما أعرف في حراك مستمر يوميا طالع لنا مدرب جديد. المشكلة يعني هاي من زمان، يعني إحنا تكلمنا بها سابقا مشكلة الإقالات ومشكلة الإدارة اللي تتحمل طبعا، لان ماكو اداره تتحمل وتصبر، يعني بعض الادارات اكو يعني حتى عوامل مساعده لنجاح المدرب او للفريق ما موجوده، مع ذلك تطلب من المدرب الفوز دائما، ورغم هي فرق ما عندها جماهير، للاسف هي الادارات اللي تتحمل مسؤوليه، واتمنى ان يراجعون يعني نفسهم في هذا في هذه القرارات. بس الادارات تتحمل المسؤوليه لو احيانا المدرب يتحمل المسؤوليه في سوء اختيار. شوف هو اكيد انت اذا مدرب مثلا فتره سنه سنتين ما مستلم فريق وما سنحت الفرصه ويريد يستلم فرصه ويريد يثبت نفسه هو مدرب، اكيد لازم يوافق على هذا الشيء. والمدرب احنا عندنا هنا بالعراق خصوصا اذا موسم مو موسم يقول ثلاثه واربعه موسم ما درب يتناسى، فاكيد كل مدرب يريد يقبل، واكو مدربين يطلعون مثلا من نادي راسا راح يستلم نادي ايضا من يريد يتمسك بهاي الفرصه. زين خلينا نبدي من اقاله ايوب اوديشو من القوه الجويه، ولحد الآن الصقور لم يجد البديل لحد هذه اللحظة.
اعطيك الخبر اني ارجع ايوب يعني قبل شوي نزل الخبر ايوب رجع والله راح عاد نزل وين بالفيس شفته نزل جابر ابو الجويه هو من عندهم قال عوده ايوب وان شاء الله هو احنا نتعامل مع مكتب اعلامي المكتب الاعلامي للقوه الجويه لغايه هاي اللحظه ما نزل شيء بهذا الخصوص شوفوا ليش تاخر انت يعني مع عوده ايوب يعني انا اشوف هي مع عوده ايوب رغم يعني انا تكلمت سابقا المباريات اللي يمكن ما قدم مستوى ونتائج كانت سلبيه وغير ايجابيه انا اقول يتحملها الكادر التدريبي خصوصا الكابتن ايوب لان على العناصر الموجوده في القوه الجويه والكادر اللي اقول جيد لان ثلاث ارباع الكادر والاداره هم من القوه الجويه ولاعبين المنتخب فشوف انا كنت دائما يعني اتكلم اقول من المعيب يعني انا عندي لاعبين في القوه الجويه والعب طويل ويغلب الفرق على ايمن وكل فرق او حتى الغشيم يمكن يعرف التلكره راح تلعب بس لايمن واجي الزم ايمن رغم قلت لك يتحمل الكابتن ايوب بس اكون بقاء ايوب افضل اعرف باللاعبين اعرف بكل شيء هو ممكن يعني انت وهذا التوقف يساعد الفرق قلت لك جميعا خصوصا الجويه اللي مروا بهاي يمكن صار اربع خمس مباريات المدربين يمكن تكلموا مع اكثر مدرب وحق المدرب اللي يرفض وانا من وجهه نظري هو يرفض المدرب لان انت سبع لعبات حق اي مدرب يرفض تدريب القوه الجويه اي انا يعني حقه لان شوف فريق جماهيري واغلب جماهيره متعصبين وفريق محب للنادي جدا جدا يعني القوه الجويه اي خساره لا سمح الله او تعادل مدرب راح يصير ضغط عليه كبير وراح يصير يعني ممكن اقول لك مشاكل بين الاداره بين الاداره والجمهور ايضا فانا اشوف من وجهه نظري المدربين اللي رفضوا هو هذا الشيء انت راح يقول لك سبع لعبات اللي فزت انت حققت انجاز راح يقول لك يابا انت سبع لعبات الفريق كان فرق نقطه نقطتين والخساره انت يقول لك تدمرت الجويه فاشوف انا اغلب المدربين اللي رفضوا انا اشوف قرار صحيح والبقاء على كابتن ايوب والكادر التدريبي افضل لكن بعد جلسه مع الاداره جلسه مع المدربين والكادر التدريبي تقول الجمهور فقد الثقه بالكابتن ايوب ودي شوف في هذا الموسم تحديدا مو هذا هم يعني يولد ضغط انت بالسوشيال ميديا اكيد اذا مو الكابتن ايوب المساعدين وياه يوصلوا له صار كلام كثير والجماهير قامت تهتف الجماهير قامت هي تنزل اكل بعض هي تنزل لاعبين هي تختار ما تعرف كل مدرب يريد ينجح انا عندي ادوات اليوم اريد انزلها ليش ما بلاعب حيدر حميدون حيدر عنده اصابه حيدر عنده مشكله حيدر مريض ملتزم بالتدريبات لو ما ملتزم ما ملتزم فماكو مدرب ما يريد ينجح لكن الاسلوب انا احكي اياه والتكتيك اللي يلعب به الكابتن ايوب او القوه الجويه غير مقنع انت لان قلت لك عندك ادوات ما يفعل الاطراف ما يفعل اللاعبين وسط يغلب اغلب الاوقات او اغلب الوقت اللعب الطويل على ايمن ايمن شو يصير الرجل بحاله في هاي اقول لك اغلب مباريات فقدوا هم الكثير من النتائج او المستوى بسبب هذا الاسلوب او التكتيك احمد صلاح على الخط ومفاوضات مستمره بين الجويه واحمد صلاح شلون تشوفه يعني تركه للطلبه طبعا احمد بعد ما ترك طلبه يعني وجهه نظري ما راح يوافق يعني ممكن صار كلام وياه بس ما يوافق لان احمد طلع من الطلبه نتائج غير جيده ظروف ما خدمته اكو هناك بعض المشاكل من يجي يستلم انت الجويه احمد اللي فاز ممكن يعني اذا حقق الانجاز رغم ان يقارن بينه وبين الشرطه واي مدرب فقط يعني احمد صلاح بعد بس بالنسبه لاحمد صلاح قريب علي واني اعرفه الشرطه متصدر الان صح مباراه الشرطه اقوى لكن الشرطه ايضا متصدر واشوفه يوم السعد يعني بايام السعد هاي عنده على عكس الحاله النفسيه اللي موبيها لاعبين القوه الجويه والقوه الجويه حتى الجماهير القوه الجويه فاشوف احمد ايضا رفضه لهذا الطلب اشوفه ناجح بالنسبه له ياخذ فتره راحه او ايضا اليوم ظهر بالسوشيال ميديا انه الجويه يدخل بخط مفاوضات مع السوري حسام السيد رغم اعتراض بعض الجماهير طبعا أنا أشوف هاي يعني وجهة نظري طامة كبرى إذا صارت والله إي نعم أنت الآن أنت الجوية ثاني كنت متصدر وأنت الآن بعد نقاط عن الشرطة ولعباتك أسهل يعني أنت من المستحيل يجي مدرب خارج العراق وما يعرف لاعبين ما يعرف منو فلان ومنو فلان ياهو الأفضل صعبة جدا أنت من ما يجي أسبوع أسبوعين اللي تأقلم على اللاعبين ياهم الأفضل وكل مدرب له قناعة ممكن ما مقتنع بحيدر محمود مقتنع بعلي سالم غير نشوفه صعبة جدا يعني تعاقد مع مدرب خارج العراق يعني أي مدرب هسه يجي يشوف الجوية اللي موجودين اللاعبين والجمهور والإدارة والكادر أيضا المساعد ثق بالله أي مدرب لو لاعب لو عامل يجي يوقف ثق بالله العظيم يمشي الجوية وراح اعطيك خير مثال جوية وين واربيل وين اربيل عنده ادوات جيده اربيل ثلاث مدربين كنت سلسله له عليه ما حققوا نتائج
اجى ثلاث لعباد عماد هاشم، عماد مدرب حراس مرمى، ثلاث لعباد حصل خمس نقاط تعادلين وفوز. والمباراة الأخيرة اللي أنا موجود حضرتها عماد تعادل وكرم كان هو الأقرب، وهو كان ومع نوروز مع الحدود. بس حلو وايد تقول لي لو عامل هسه يقود الجوية حقق نتائج. الجوية، الزوراء، الشرطة، الطلبة، الفرق الجماهيرية واللي عندها لاعبين جيدين، خصوصا قلت لك أنا الجوية والشرطة الآن عندهم يعني وفرت الإدارة لاعبين على مستوى عالي. أعطيني أياهما بالجوية لاعب لا يستحق اللعب أو بالشرطة. فأنا جبت لك مثل، شوف عماد هاشم مع أربيل، حتى من رحت حضرت للعبة إذا حضرني قال لي عمي الله يساعدكم أنا مدرب حراس مرمى تدريبي كل السهل، العفو صعب، قال أنتوا سهلة عمي سهلة، هو قال لي سهلة، هاي نزلوا هم يلعبون بدون ضغط بدون عصبية. الكابتن أيوب عذرا مدرب له تاريخ وقاد فرق ومنتخب، العصبية الزايدة الشد هذا يولد ضغط على اللاعبين، هذا يخلي تركيز اللاعب راح يفكر فقط بالمدرب، هي أثر سلبا. من تيجي تشوف الادوات عنده والاسلوب، لا اكو اخطاء هوايه موجوده. هاي فتره راحه، اتمنى يعني الصلح او الجلوس مع الكادر التدريبي ومع اللاعبين ايضا، شنو نواقص اللاعبين، ليش يمر بهذا المستوى الغير جيد اغلب اللاعبين، اكيد اكو هناك يعني اخطاء صارت بين الكادر التدريبي وبين اللاعبين، واعتقد راح يتم معالجتها. بمجرد خسارة الجوية من الزوراء يعني فقدان الثقة من الجمهور بالكادر التدريبي، والعكس أيضا صحيح، زوراء يقول لك لا تعطيني لقب بس ما أخسر من الجوية، فهذا اللي صار. والزوراء خلينا ننتقل لمحور الزوراء، يمكن يعيش بأفضل حالات وأفضل أيام زوراء أفضل أيامه، وأنا أشوف يعني عند قدوم كابتن عصام حمد لحد هذه اللحظة هو جميع المباريات فوز وتعادل ما عنده خساره، واشوف انا هاي هو متصدر المرحله الثانيه، متصدر وافضل وافضل اشوف انا مدرب يعني رغم غني بنادي النجف ايضا يعني لحد الان يمكن ما عنده خساره بالمرحله الثانيه، لكن اشوف عصام انا الافضل من حيث كان الفريق ميت لا روحيه، مشاكل بين الجماهير والاداره، لكن نشوف الان بوجود عصام الكادر التدريبي لحد هاي المباراه الاخيره اغلبها فوز ما عدا تعادلين اللي صارت، واعتقد تعادلين ما يستحق اللي يعني شاهدتها المباريات، سواء مباراه مع زاخو اللي صار ظلم تحكيمي ومباراه مع دوك كانوا هم ايضا جيدين يعني اضاعوا اكثر من فرصه. شنو اللي سواه عصام مع الزمن؟ ليش تغير كل شيء فجاه؟ شوف كل تغيير هو ايجابي، يعني عند استلام المدرب رافد العفو البدري حسام البدري كنا من خلالكم أنا بلقاء قلت أعتقد خطأ هاي الفكرة، لأن أنت مدرب أيضا بعيد والمدرب استوى طالع من أندية العربية أنت وما حقق شيء، صعبة تجي هسه الآن تستقطب مدرب وأنت الأدوات الموجودة، قلت الأدوات اللي بالزوراء ما تلبي الطموح كلش من البداية، وهذا ما حصل، إجا المدرب واللاعبين المحترفين أنا أيضا انتقدتهم وبدلوا اللاعبين وإجوا لاعبين، يعني لأن عرفت النظرة من اللاعبين قالوا راح نجيب أفضل لاعبين على مستوى العربي، لو ما يجي للعراق على المستوى العربي عشان يروح الأندية الخليجية أو مصر وغيره، وهذا ما حصل. شوفوا وأخطأ هو بالاختيارات المدرب ووافق على بعض اللاعبين وما حقق نتائج، على عكس عصام اللي هو يعني هاضم الدوري العراقي، وعصام هادئ يعني مو من النوع العصبي، يعرف اللاعبين، اجى فعلا بهدوء وشوف المستوى اللي حققه الزوراء وكذلك النتائج الإيجابية. من يتحمل سوء نتائج الزوراء في المرحلة الأولى؟ الإدارة. 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 مو حسام البدري. مو حسام البدري، الإدارة تتحمل. يعني أكو إدارة فلاح حسن. إيه نعم. لا أكو غير إدارة هي من إدارة فلاح حسن يعني. إذا تيجي تحكيني قل لي هي إدارة فلاح حسن. والله ما أرد أحكي. هي هاي الإدارة. زين. مو إحنا غير منصفين؟ فإذا تحملت إدارة فلاح حسن سوء النتائج في المرحلة الثانية، المفروض نقول تحسب لإدارة فلاح حسن تحسن النتائج في المرحلة الثانية. وقلتوا ليش ما تتحسن النتائج ما تقولون فلاح حسن، ومن تسوي النتائج تقولون فلاح حسن. تتحمل إدارة فلاح حسن لاستقطابات اللاعبين وعدم استقطاب اللاعبين على مستوى عالي بسبب عدم دفع الجانب المادي أو العنصر المادي اللي جاي يطلبوا بعض اللاعبين. عصام أنا أقول لك الفوز لعصام حمد، إجا عصام نفس اللاعبين هم اللي اختارهم، بس عصام عرف شلون يغير، عرف شلون يتعامل ويا اللاعبين على عكس مدرب. يعني هسه اذا تيجي تقيس لاعبين الجويه ولاعبين الزوراء او لاعبين الشرطه ولاعبين الزوراء او لاعبين حتى الطلبه، اقول لك الزوراء انا اشوف هذول الثلاث انديه افضل من اللاعبين بالزوراء، مع عذرا مو الجميع عناصر، اي كعناصر عذرا اكو كم عنصر، ورغم العناصر اللي كانت جيده على مستوى عالي ما كانت ظاهره بالمرحله الاولى ولا حتى ظاهره بالمرحله الثانيه او اللعبات، شوف بوجود عصام احيانا
كل تغيير يكون ايجابي. مو تقول عصام اجي مثلا عنده عصا سحريه يصير تغيير ايجابي، هاي احنا مرينا بها كلاعبين، يجي مدرب يصير منافس. عصام اجى بوضع انه الزوراء فقد المنافسه على الدوري فانشالت الضغوطات من اللاعبين، هاي هم واحده من عندها. نفس عصام لو جاي من المرحله الاولى في ظل هذه العناصر جوز ما تتحسن النتائج. اكيد اتفق وياك، اكيد اتفق وياك اكيد. فهنا القصه. بس اداره فلاح حسن اللي ما ليش ما اقول فلاح حسن، احس اكيد غير كابتن ورئيس نادي الزوراء ونجم من نجوم الزوراء وايقونه منو قال مو نجم، منو قال مو كابتن؟ والله احسك مثل بالضوج تتعصب تريد تنسحب من البرنامج. لا لا ترى هاي مو موجة انسحابات، راحت آسيا كابتن. لا لا انا ما انسحب. تبغى تنسحب؟ اي يعني صريح وجريء. فلاح حسن والكادر الإداري اللي وياه يقول لك اعطيني أي ميزانية يستلمها أي نادي نظير إلي وشوف عملي وقيمني. هذا مو صحيح. والله لأن صار 13 سنة راح يدخلون 14 سنة. قد يسلموا ميزانيات قبل بالسابق؟ عوف هسه بهاي السنة سنتين، قبل ما استلموهم هنا؟ مش حققوا. وراح يظلون بهذا الشيء، شوف هسه حققوا. توفيق كله وادعي دائما اني لان زوراي وخصوصا عصام حمد. عصام سوى لي شغله قلت له الحضاره ادعي لك، فضليت ادعي له وشوف فوز. قال لي شوكلي يخلص الدعاء، قلت له لا الشغله ما صارت لان عصام صار كفيلي، كفني لي بشغله. اي والله كفني، ما لقيت كفيل هو كفني. فممكن لازم الله يعني موسم الاخر حتى لو جابوا لاعبين جيدين ممكن ما يتوفقون، وكثير سنين عجافهم ما جابوا افضل اللاعبين لكن ما حصلوا شيء بسبب قلت لك الاخطاء والسوء اللي يمرون به الاداره الزوراء واللي ظلموا وجحاف صار بحق بعض الشخصيات وبعض اللاعبين. فهذا اللي شيء من يصير داخلك هنا أنا ما اعرف شلون اعبرها، يعني مو عدا وانما كره لبعض النجوم او اللاعبين، وما تتمنى مثلا هذول يتواجدون بالنادي والنيه مو صافيه. الله ما يوفق، هي النوايا. اجي عصام هسه هي بنيه صافيه، الله وفقه سبحانه وتعالى. ولا انت من تجي تقول اي مدرب سيجي ما يحقق اي شيء، لكن سبحان الله وفقهم كمستوى ايضا اداء ونتيجه. الخطا هو الموجود راح تبقى هاي الازليه بالاداره لحد هاي اللحظه. الزوراء الوحيده فقط اداره؟ اداره فقط، اداره اكثر. اذا تجي على الجمهور اكثر يمكن جماهير هو نادي الزوراء، عندنا باقي الفرق لكن اعرف الجماهير وعدد الجماهير في كل المحافظات. الزوراء موجود الجمهور دعم، رغم انه هذا كلامك يجوز يزعل بقيه الجمهور. انا ايش قلت؟ هسه اذا تيجي انت قلت انا اعرف بكل المحافظات انه جمهور الزوراء الاكثر بالعراق. اي الاكثر بالعراق. نفس الكلام يقولوا جمهور الجويه، نفس الكلام يقولوا جمهور الشرطه وبقيه الانديه الجماهيريه. انا اللي دا احكي فيها اشوفها وهي معروفه مو واحد يجي. اكثر شعبيه موجوده بالعراق الزوراء. اكثر. واكثر هسه من الجماهير اللي ابتعدت عن الزوراء واللي ما راضيه هي في سبب الاداره. يعني هسه انا كنت بدهوك وما حضروا الاداره، استقبل له جمهور لزمونه تعادلوا نتيجه ايجابيه ما راضين. الفوز الاخير فازوا، الجمهور يشوفني بالشوارع ما راضين على الاداره. شو وقت تطلع الاداره شو وقت؟ والله ما اعرف انا مو عضو هيئه عامه حتى اجي. بس تلتقون هسه مو عضو هيئه عامه، بس انت كان لك لقاء ويا نجوم الزوراء غيث عبد الغني، سعد عطيه، بقيه الاسماء. تلتقون عندكم حراك، ما احسكم قاعدين. شوف ضامين شيء، ضامين لكم ضمه. شوف اخ غيث والولد انا كان عندي موعد مع شركه، فكان يخابوني الدكتور موفق قال لي الولد يمي هنا بالوزاره وعندي كتاب دا اخذه مال كابتن عامر جميل مال اثبات الحياه. قال لي الولد هنا يمي يريدون يشوفوك. شفتهم الولد، رحنا تغدينا طقينا صوره نزلوها كل شيء. راح اعطيك غير وحده. عصام حمد قبل سنه لو سنتين عزمني أنا ويا دكتور موفق ومحمد جاسم وبعد شخص عصام هو بالزارة وعزمنا صورة وراح شايفيها يقول لك باع مؤامرة عند حيدر وكذا. وصل لي أحد أعضاء الإدارة قال مؤامرة. زين هذا الولد هو عازمنا، هو مدرب الزوراء وقديمة قبل سنتين تحكي لك كيف هي هاي اللي صارت. كل اجتماع يقول لك هيك. مع العلم أنا ما أقدر أشتكي وأنا مو هي عامة، أنا شلون أطلع أجي؟ ما عندي أي شيء يعني. أنا الزوراء لا بالهي العامة ولا أنا مدرب أجي أطلعني حتى أروح أشتكي. لو بالهيئه العامه او كمدرب طبعا ممكن اقول لك اروح اعترض ما عندي شيء. بس يعني انت مؤيد بصوره مباشره او غير مباشره لشكوى غيث عبد الغني ضد اداره الزوراء؟ مؤيد لاي شكوى ضد الاداره. اي شكوى؟ اي شكوى مؤيد على اللي مر بهذا الزوراء، مو بس انا كل جماهير الزوراء.
تزحم الزوراء عمره ما ابتعد سنتين ثلاثة عن أي إنجاز. 13 سنة أنت فقط ثلاثة دوري، ما عاجبكم وضع الزوراء؟ ما عاجبنا، ودوري مرة أخذوه من عندي يعني كربلاء فازوا علي، طال هدف الحكم جزاء دق علينا باي النقطة أخذوا الدوري، هو أيوب كان أخذوه على مود القوة الجوية بحساب القوة الجوية طاهم إياه الحق. هذا مستوى الزوراء وخيرة اللاعبين مثل الزوراء، وسأروح لك على فرق بسيطة شوف المستوى اللي يقدموه. زين، على طار الدوري ونحن في أول نسخة من دوري نجوم العراق بهذا التنظيم لا ليغا وهذه التفاصيل والصرف، منو راح يكون بطل الدوري هذا الموسم؟ أنا هم من هنا أنا رشحت بس انتناب هذا الكرسي لو هذا ما هسه هذا الكرسي تغير البطل. قلت الشرطة والجوية، ولحد هاللحظة الشرطة والجوية ما زالت الجوية منافس لأن لعبات الشرطة الأصعب والأقوى على عكس الجوية. جو صح يمر بحالة سلبية شوية، لكن بهاي الفترة التوقف ممكن راح يستعيدون نشاطهم وحيويتهم على عكس الشرطة. قلت لك رغم يمتلك لاعبين، وده أشوف أنا الفوز يعني المباراة الأخيرة أشوف أنا بالدقائق الأخيرة أو نقول بالشافعات أيضا ضغط نفسي، فريقين الإدارة الكادر التدريبي لأنهم بدون يحسمون الدوري، فهذا هم يولد ضغط نوعا ما. كأس العراق مقبل أو شارف على النهاية، نصف نهاية الشرطة يواجه النفط والزوراء يواجه الجوية. دائما أنا أقول الكاس سبحان الله هو يحب الزوراء دائما، يعني كنا في أسوأ حالاتنا الكاس هو يحبنا، فأنا أشوف من وجهة نظري الزوراء الأقرب إلى الكاس. الشرطة يقول لك إحنا ما عندنا ولا لقب ولا كأس لقب بالعراق ولا لقب. من تأسيس نادي الشرطة لغاية هذا العام نادي الشرطة لم يحقق كأس العراق، فهذه السنة ما يقول لك ما فوت الكاس. كابتن الشرطة ما يعوف الكاس هاي السنة. شوف اللي يحسم للشرطة مباراة القوة الجوية والزوراء، الفاز الزوراء وإن شاء الله يفوز على القوة الجوية راح يصعد النهائي مع الشرطة، رغم النفط دائما يكون ناد قوي أمام الشرطة في أغلب المباريات والبطولات. وشوف أنت حتى بالدوري في المرحلتين، وإذا فازوا الزوراء بالعكس اللاعبين راح يجي الحافز أكثر والمعنوي أكثر وكذلك الجماهير، وأنا أعرف بلاعبين الزوراء يفوزون على فريق القوة الجوية ويجي أي فريق وراهم حتى لو مهما يكون أي فريق ما أعتقد راح يسلمون المباراة. إذا فازوا إن شاء الله على الجوية الكأس يكون للزوراء. شلون تشوف تنظيم الدوري هذا الموسم من قبل رابطة لا ليغا؟ تنظيم جيد لكن توقيت المباريات صعبة، مرت على أغلب الفرق بعض الفرق، بعض الفرق ممكن صار أربعة أيام خمسة، فشوف أنا صار جهد على اللاعبين وكثرة الإصابات اللي عندنا. لكن من تجي شوف أنت المستوى الفني ما كان بالصورة اللي تمنيناها، التصوير كان جيد، الملاعب جيدة، الفار يعني نوعا ما نقول جيد، لكن أيضا أكو بيه أخطاء كثيرة صارت من حيث تأخير بالقرار ومن حيث أكو بعض الحالات ما تحتاج فار، والفار أكد على مثلا هي ضربة جزاء هي مو ضربة جزاء، وإذا مو ضربة جزاء هي ضربة جزاء أكو صارت أخطاء أيضا بالفار. دخول الحكام الأجانب لدورينا أشوفها هي أفضل حالة أشوفها. على شوف أسأل جبت طاري الموضوع الحكام، شوف أحمد كاظم اللي حكم يمكن بتونس، هو أنا أسألك إنه حكام العراقيين يبدعون بالخارج، بالخارج أنا تكلمتها قلت أما بالداخل قلت لك لأن دمه لحم هذا وعنده مشاعر، من يشوف انت بالسوشيال ميديا او بالتلفزيون غلط وتجاوز عليه ابناء يقولوا له بناته من يسمعون ابوهم اخوهم زحمه على الحكم والضغط النفسي والجماهير والتهديد، فيشوف مرات الحكم يريد يخلص من هاي المشكله ممكن مو يعني يجامل او كذا العفو ينحاز ولكن يجامل بعض الاحيان عندنا هاي، بس حكام هم جيدين صدقني يعني. وخير مثال شوف احمد كاظم وتكلمت في اكثر من برنامج دائما اقول آخر فترة شيت أنا آخر حلقة صارت وياكم طلعت مع التحليل الأمم آسيا بعد ما اعتكفت ما طلعت أي لقاء، قلت حكامنا جيدين خارجين بالداخل التهديد السوشيال ميديا العقاب وماكو عقاب للي يتجاوزون على الحكام على المدربين على اللاعبين للأسف. يعني أن تستعين الكرة التونسية بأحمد كاظم ليقود واحدة من المباريات فهذه شهادة للحكم. شوف الضغط اللي صار ما مر بيه حتى بالعراق ما صار ضغط على الحكم من حيث الرمي القناني وغيره والهتافات والدخانيات، بس حكم كان جريء وجيد وقدر ان يختم المباراة بنجاح. الكابتن عبد الخالق مسعود في تصريح لكورة اذا شفته يقول لم يختلف الدور العراقي بزمني كرئيس اتحاد
أو بزمن عدنان درجال الآن كرئيس اتحاد، بل بالسابق كان المستوى الفني أفضل. أنا مع عبد الخالق من حيث المستوى كان أفضل، لكن الآن كثرة الملاعب الموجودة الأرضية الجيدة، هذه الأرضية ما تحسب للاتحاد، مو الاتحاد، مو الاتحاد، لا 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 لا، يعني شكل الدوري صار جميل. أنا ما عدني ما كلمت لك شكل الدوري صار أفضل، قلت لك من قبل الوزارة وبارك الله بهم كل من أشرف، سواء الوزير الآن أو الوزير الأسبق والوزير الأسبق الأسبق اللي هي جهزت الملاعب، فهي هذا صار حلاوة الدوري. وأيضا قلت لك وجود الفار ممكن قلت لك أظلم بعض الفرق، وعلى عكس لأنه أول سنة وتجربة، أول سنة هي تجربة، لكن كمستوى فني يعني قبل ما تقول لي على ذكرت. قلت لك المستوى الفني غير جيد لحد هاي اللحظة يعني، وسبب ضغط المباريات لو تبديل المدربين، لو سوء تخطيط الإدارات، لو هي عوامل مشتركة، أغلبها هي تبديل المدربين اللي هي هاي العقبة الأولى، والثانية هي اللي اللاعبين للأسف يعني سوء التركيز اللي عندهم، يعني بعض الأحيان أكو جت فتاة مدربين غير جيدين قادونا كمنتخب أو أندية، لكن احنا نعرف كنا شلون نقود كلاعبين، اذا ما نشاهد المدرب نشاهد بالمباريات. هسه الان انت في كل يوم مباراه، اللاعب وينه؟ ليش في السوشيال ميديا اللي ادت حتى اللاعب وفكر اللاعب، وثقافيا هم معدومه الثقافه اللي عند اغلب اللاعبين. شنو يعني السوشيال ميديا اذت اللاعب العراقي؟ متابع، شوف اغلب اللاعبين هسه شوفهم انت بس خلص المباراه بالمنزع لازم تليفوناتهم على السوشيال ميديا، بالسياره، بالمطاعم، هاي تعالي الليل كل هاي اثرت، وهاي نقمه انا اشوفها. ونادرة تلقى لك، العفو، نادرة تلقى لك لاعب أو لاعبين يعني منضبطين ويحافظون على منامهم على راحتهم، يمكن لاعب لاعبين بكل فريق اللي ينام بالعشرة أو بالدعش يغلق تليفوناته على عكس البقية. لاعب منتخب وطني في تصفيات آسيا بقمة فورة المنتخب الوطني ياخذ يوم راحة، يروح يصور مع بلوغرات، مع يقول لك هاي ثقافة كابتن، ليش تنتقدون؟ هاي ثقافة، ثقافة هاي لازم نتطور، هذا حكي. وش ثبتنا بعدين احنا بأمم آسيا من مستوى جيد ومع اليابان، وبعدين كل لاعب براحته وطلع بعدين خرجنا من البطوله وسوء تركيز. قلت لك السوشيال ميديا قام من قد ما احنا صارت لنا احنا حديثين السوشيال ميديا على عكس بقيه المنتخبات العربيه والاخرى، فاللاعب شوف قام يريد يفكر، هو اللي يسجل هدف، هو اللي يبرز، هو اللي يتعارك، هو اللي يظهر، يسوي حركه، يلبس شيء في سبيل حتى يظهر السوشيال ميديا، خو يظهر بمستوى، يا ريت. زين، حديث عدنان درجال يقول نسعى لجعل دورينا الأفضل في المنطقة، وهذا ما أكدت تيباس خلال زيارته للعراق الأخيرة. قادرين كابتن على هذا الشيء؟ من المستحيل جدا. والله والله مستحيل. على أي شيء تقول تعطيني هسه هذا الموسم رغم توفرت هاي الملاعب الجيدة والنقل الجيد والدعم الجيد وكل شيء، والحضور الجماهيري أشوفاني مو جيد في كل الفرق. انت اذا شوف هسه الحضور الجماهيري في الموسم السابق واللي قبله أكثر في اغلب المباريات، على عكس هذه هسه المباريات. شنو اسبابها؟ عدم ظهور مستوى، عدم ثبات النتائج، الا الزاوراء الوحيد بقى يمكن هسه على النتائج في المرحله الثانيه، وايضا عدم ظهور المستوى اللي اغلب الفرق. حتى ارتفاع اسعار التذاكر الناس هم حقها. هم حقها. هم حقها. يعني انت ليش في بغداد تاخذ 10,000 وبالشمال ما اعرف انت اقرب يمكن 1,000 2,000 ياخذ 1000 1000 دينار كان 1000 1000 1000 فانت 1000 وياك حتى اذا 5 اطفال عندك 5,000 دينار تدخل بها الملعب تشوف لعبه وتتونس. زين هذا بالعراق اللي جاي ب 10,000 ويا ولدين لو ثلاثه هاي 40,000 من عدا الكروه والجراج، والجراج والاكل والشرب والراحه والرجعه، ويدخل لملاعب بغداد اللي وضع حتى تعرفه شنو كسب مادي وليس فني او مستوى. هي هاي صارت، هذا دوري صار كسب مادي وليس فني. طيني يسعى الفني ولا ما كان نستعين هسه احنا باغلب اللاعبين المغتربين. هسه على العكس اكو لاعبين بالمنتخب اللي شاركوا ومشاركين في هذه البطوله اخر بطوله مستواهم لم يظهر بالشكل الصحيح، ومع من وجهه نظري لا يستحقون تمثيل المنتخب، على عكس لاعبين ظهروا في مستوى جيد اللي كانوا في السابق بالمنتخب الوطني وكانوا يستحقون تواجد بالمنتخب، لان هذا يريد يبين نفس المدرب هذاك انا مسيطر انا فلان وفلان، بس مستواهم لا ظهر بالنادي ايضا ولا بالمنتخب، فكيف يظهر مستوى؟ واذا اريد احنا نقول يكون الافضل في المنطقه نوعيه اللاعبين المحترفين لاستقطاب الانديه ما يكون بهذا الشكل. لا انت ما دام ذكرت المنتخب وانت طلعت على قائمه كاساس شلون شفتها؟ يعني كان من وجهه نظري مو بس انا، الكل الوسط الفني طبعا ونجلس احنا بيناتنا قلنا راح يستقطب يمكن محمد قاسم وقوقيه وميثم جبار اللي ظهروا بمستوى جيد، على ايضا بعض اللاعبين
اذا ما تسعبني الذاكره، وايضا علي يوسف اللي يظهر بمستوى جيد في الدوري الايراني. يعني استغربنا احنا عدم استدعائهم او على الاقل كمشاركه واحده، على عكس اكو بعض اللاعبين يعني ما ظهر مستوى لكن بقت، لكن هي وجهه المدرب يعني هو الافهم. انت مع عوده او استقطاب علي يوسف المحترف بالدوري الايراني للمنتخب؟ علي يوسف لاعب جيد خاصه واحنا يعني ما عندنا في خط الهجوم بس ايمن وميمي حاليا، افضل اشوفه في افضل حالاته الان، ولو شوف التهدافه والمستوى اللي يحققه الدوري الايراني اقوى من دورينا واقوى من اغلب الدوريات المنطقه. فما اعرف يعني عدم استدعاء لعلي يوسف رغم لاعب يمتلك مهاره، يمتلك الهيد الجيد، يمتلك يعني تحركه السرعه، ما اعرف محمد قاسم يقدم مستوى مع النجف سواء يسجل اهداف او يصنع، قوقيه مع الزوراء ظهر بافضل حالاته، حتى محمد داوود ظهر. فكنت اتمنى يعني او متوقع يعني، بس كل مدرب له وجهه نظر. هاي الحاله بشخصها يمكن يمك ويم بعض الاسماء، يعني انتم تذكرون قوقيه وتذكرون محمد قاسم، وما اعرف ليش تغفلون بسام شاكر. يعني فعلا بسام يعني كابتن بهذا المستوى والعطاء اللي قدمه مع الشرطه واحد الحلول، لا يستحق الفرصه مع المنتخب الوطني؟ شوف هو مره يمكن داز عليه وطلعه. انا تجي سالتني يعني كرجل فني، بسام شاكر مو افضل من محمد قاسم وقوقيه، بسام شاكر عنده مهاره لكن عنده بعض الانانيه، ما يعرف في اي لحظه او متى يلعب مثلا اللمسه الاخيره للاعب او الباص نقول احنا البيني، يفكر دائما بالمراوغه. ايضا يعني مو ذاك شلون نقول، في اغلب المباريات يكون مستوى جيد، دائما يقل تركيزه. وشوف اغلب المدرب من جوب الشرطه صار له اشراكه في ثلاث مواسم مع الشرطه في القمه، يسجل يصنع يراوغ يخلي حلول يسوي جزاء، شو يسوي بعد اللاعب؟ ليش يجلسوا اغلب المدربين اللي قادوا بالشرطه يجلسوا؟ حاليا اساسي هسه اخر شيء اساسي. يعني كنا مع بسام لكن قلت لك هو عنده ما يفكر مثلا يلعب الباص او المباشر او اللمسه لمسين، يفكر يراوغ ويتجاوز اللاعبين على حساب اظهار قدرته المهاريه. لاعب جيد يمتلك، لكن ايضا تبقى هي وجهه نظر المدرب ايضا. هسه احنا ما اختارينا، احنا مو نختار، اختارت علي سانا. احنا مدربين تقييم، تقييم للافضل. هسه لما تجي انت في حالات تشوف انت البوقيه اللي سوى بالزوراء ومحمد قاسم اللي سوى بالنجف من حيث تسجيل اهداف وصناعه اهداف، لاعب يتمناه اي فريق واي منتخب. يعني ايضا علي يوسف وجوز تخوني ذاكره بعد اكثر من لاعب لاعبين. زين، الان المنتخب لديه مباراتين يوم 6 يوم 11 من هذا الشهر مع اندونيسيا، رغم الشكاوى من الرطوبه في اجواء هذا البلد. مباراه انا اشوفها يعني سهله المنال بما يتلك من لاعبين عندنا ومن تاريخ كروي والمستوى ونوعيه اللاعبين اللي موجوده. اشوف انا يعني مباراه اندونيسيا وفيتنام قادر المنتخب العراقي على تجاوزها وكسب النقاط والصعود ان شاء الله الى الادوار النهائيه. يونس محمود يقول لا تهاون بالفتره المقبله للمنتخب الوطني. هو يتمنى اكيد يعني على المدرب اكيد والكادر الاداري والتدريبي جميعا وايضا رئيس الاتحاد، لان اكو بعض اللاعبين عندنا قله ثقافه بين لا يستهين ولا يبين يريد قدرته، بين اني افضل لاعب واني ايده بين نفسي انا افضل من فلان. لان كره القدم ما تعرف صغير وكبير، ممكن انت يستهين بلاعب، بعض اللاعبين يستهينون بلاعبين اندونيسيا وممكن اندونيسيا تقلب المطاوله او الطاوله العفو، ممكن تفوز او تحقق شيء. اذا اللاعبين نفسهم شدوا العزيمه وماكو تهاون ما اعتقد راح يكون اكو استقرار بقائمه كاساس للمنتخب الوطني. اكو استقرار يعني، رغم هو من حقه يختار ايضا لاعبين يعني يريد يشوف في هذه المبارتين حتى يضع التشكيل الاخير للتصفيات النهائيه يعني. يعني استقرار هو اكو اكيد، ممكن لاعب لاعبين ما ياثر يعني، واللاعب اللاعبين هم ايضا اللي استدعوهم هم كانوا مسحومين بالمنتخب. زين، شلون تقيم تجربه كاساس مع المنتخب لغايه الان؟ لو التقييم يصير بعد كاس العالم بعد. التقييم يصير بعد مباراه اندونيسيا والفيتنام اللي هي بالتصفيات النهائيه. راح يبين المستوى الحقيقي. يعني بعد كل هاي السنة أو سنتين ما نقدر نقيم تجربة. شوف كاساس منتسبة تيجي بطولة الخليج نتركها، إحنا جينا بأمم آسيا قدمنا مستوى في مباراة وخرجنا إحنا مع الأردن، ومتيجي تقيس تصنيف بينه وبين الأردن أو المستوى أو اللاعبين أو دوري الأردن والدوري العراقي ما ظهر
نقول المستوى المطلوب مع امام الاردن وخرجنا من البطوله رغم احنا قدمنا مباريات جيده مع اليابان وفيتنام لكن ايضا ما كسبنا شيء اي مركز بالبطوله فانت تقول لي شو شوف كمستوى قدم مستوى جيد لكن كنتائج احنا لحد الان وكره القدم هي انجازات وليس مستوى تمام ما دام تحدثت عن انجازات راح نتاهل لكاس العالم بتواجد كاساس 90-95% نتأهل كأس العالم ممتاز أول شيء للفترة اللي قضاها كاساس مع اللاعبين ونوعية اللاعبين الموجودين توفير الدعم المادي واللوجستي والمعنوي وكل شيء أفضل المعسكرات أفضل المباريات تجهيزات سفر بالطيران وكذلك الصعود إلى 8 فرق هاي شوفها فرصة سهلة ويمكن لم تحدث في على طوال بطولة كأس العالم والعراق قادر على صعود إن شاء الله. شنو رأيك بتصريح الكابتن باسل غورغيس؟ أنا شفتك ابتسمت من عرضنا يقول شهر العسل للمنتخب الوطني سينتهي بعد حزيران. مو هي نفس قلت لك لين مباراة قلت لك إندونيسيا وفيتنام سبق إحنا فايزين حتى إندونيسيا اللي كانت في ملعب الشعب التصفيات الأولى أيضا وياكم أنا بعشي ساعة وياكم من جاسم غلام قال إحنا ممكن تعادل قلت لكم 3 وفوق لأن أنا أعرف أني عشت بماليزيا واعرف هاي مستوى الفرق ذني قلت لكم لا اني قلت لكم 3 وفوق وهذا ما صار الفرق هاي مو مستوانا من حيث الطبيعه الجغرافيه اللي عايشين بيها الاجواء اللي عايشين بيها هم خصوصا جنوب شرق اسيا من حيث قله الاكسجين والرطوبه العاليه اكلهم يختلف عن اكلنا البنيه فاشوف لاعبينا لا بالعكس منتخبنا قادر على تجاوزهم لكن الصعوبه تجي تكتك بالتجمع اللي راح يصير انت صعود اغلب الفرق للتصفيات النهائيه رغم ذلك العراق مثل ما فاز على اليابان قادر على يفوز اي فريق مثل ممكن ممكن وقادر قلت لك اذا طبقوا اللاعبين بالشكل نفسه شوف في احد التصريحات صرحت لقناه قلت قال لي شنو رايك مباراه العراق امام اليابان قلت له قدم مستوى جيد المدرب وضع الحلول اللازمه لتجاوز الفريق الياباني وقدرنا ان يحد من خطوره اليابان وقدرنا نفوز في المباراه، اتمنى المباراه الثانيه امام على فيتنام بين اللاعبين نفس الاهتمام نفسه وعدم الاستهانه لاني يعني فزت على اليابان، حتى لا تتصور الفرق تقول اليابان فاز العراق فاز على اليابان باي تشانس. الافندي الشخص اللي سوى اللقاء وياي بالفيديو موجود اني ناطق صوره وصوت، بين انا قلت حتى لا يقولون احنا فزنا باي تشانس، لا اكو اسلوب وضع المدرب والنقاط واللاعبين قدموا. كاتب منشور حيدر محمود يقول الفوز على الفريق الياباني شانس نزلوا المهرجين اللي هم كل شيء ما يعرفون طبعا جهل اللي كتبوا زين مو الفيديو جوه فتحه حتى تكلمت مع الشخص قلت له للاسف فانا دا اقول لك يعني الناس ما تبوا على المحتوى تبوا على المانشيت العام وتنزل تعلم اي يروحون على السمعيه على النظريه ايش مكتوب فللاسف قلت لك مثل ما قدم مستوى امام اليابان وبقيه المباريات ايضا قادر ايضا في التصفيات النهائيه رغم صعوبتها ممكن تكون الصعوبه اللي نلاقيها بالنهايه الان بالتسلسل نشوف انت بالتصفيات ما لقينا صعوبه فرق شوفها سهله في ملعبنا او خارجهم لكن انت تنجي مع كوريا ايران اليابان الصين شوف وين يجيك بعد الفرق هنا يولي الضغط هو مو صعوبه يعني لو بطوله عاليه لا صعود كاس العالم هذا يولي الضغط على الكادر التدريبي وعلى اللاعب اكثر عرفت هذا اللي راح يصير ولا تكون هسه مباراه عاديه تقول مع اليابان لا ممكن العراق يتجاوزها بسهوله لان لعب قدامها لكن يصير ضغط تنتظرنا مهمه في اولمبياد باريس مجموعتنا الارجنتين المغرب اوكرانيا تتوقع انه راح نحقق شيء ولو مقارب لاولمبياد اثينا اللي نتذكرها لغايه اليوم والله اتوقع مع الكابتن راضي وايضا في البطوله هي اللي الاخيره اللي يمكن حتى واصلت وتراسلت مع الكابتن راضي اللي يمكن اغلب السوشيال ميديا انتقدت الكابتن راضي واللاعبين والكل للاسف يعني وهذا احنا مع الاسف المحتوى مالنا اشوف اني الادوات الموجوده عند الكابتن راضي جيده من حيث اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين المغتربين نقول واستقطاب ايضا لاعبين بالنهايه من لاعبين المنتخب اعتقد قادرين على يحققون شيء لان قلت لك الان بعد ماكو فريق قوي او فريق ضعيف الفريق اللي عنده ادوات واللي عنده اراده وعطاء قادر على تجاوز اي شيء، واشوف اني فريقنا في هذه السنه خصوصا يعني بوجود ايضا الكابتن عدنان اللي وفرهم كل شيء والدعم المادي من قبل رئيس الوزراء، فيشوف هذا حافز كبير بالنسبه للاعبين. بس انت مجموعتك قويه كابتن، ارجنتين، مغرب، اوكرانيا، تتوقع انه ميسي سيشارك مع الارجنتين؟ انا سمعت هذا الخبر وممكن يشارك ميسي.
اما شارك ميسي لا هاي بلوه ما اتمناها، لان 11 لاعب يريدون يسقطون الكره من ميسي على مود صوره تاريخ تاريخ وعوف المنتخب والبلد وعوف 10 لاعب تكلمنا بيها قلنا هاي طامه كبرى دام ميسي شارك زين. مو صعبه يعني العفو مو صعبه مو صعبه والله صدقني اذا قلت لك يعني، والارجنتين هم في تصفيات السابقه طلع بسهوله مع الفرق احد فرق لو تونس لو المغرب ما اتذكر يعني. انا اريد اسالك عن الاستعانه بكادر كاساس مع راضي شنيشه لابعاد الجهاز المساعد للاولمبي، شلون شفته؟ شلون استقبلته؟ يعني ما اعرف انا هي تبغى وجهه نظر الكابتن راضي مو انا يعني احيانا ما اعرف، انت لو اغلب اللاعبين هم يمكن 6 إلى 7 يمكن بالمنتخب الوطني هم من الاولمبي، ممكن تكون هي ايجابيه ممكن سلبيه من وجهه نظر مو انا المدرب، لان هو المدرب كابتن راضي هو الاقرب. يعني اعطيك خير مثال، انت مال المنتخب شباب من حضر كاساس رغم صرح كابتن عماد بان كان وجوده ضروري، اشوف اني ايضا ولا الضغط، فاكو مدربين البعض يتحسس والمدرب ما يتحسس، بالعكس هي حلو من يجي كاساس واللاعب هذا يريد يبين نفسه اليوم بالمنتخب الاولمبي حتى وجود كاساس موجود، وهاي اشوفه اني جيده من هاي الناحيه لا يبقى، لكن الحزازيه بين المدربين، بس اشوف كابتن راضي ايضا رحب هذه الفكره زين. والكابتن راضي اشوف انسان يعني ذو فكر كبير ومتواضع وما عنده هذا الشيء. مثلا منو انت رجل فني، منو الاسماء الثلاثه اللي فوق السن القانوني اللي يحتاجهم المنتخب الاولمبي وفقا لما شاهدته؟ هو دائما لازم يختار المدرب العمود الفقري صح، كشبه وسط ولاعب وسط ومهاجم زين. انا اشوف يعني حارس ما نحتاج، حارس ما نحتاج في ظل تألق حسين حسن، ما نحتاج. منو المدافع؟ لا هاي لعبتك مركزك المفروض رسم تعطيني واحد محضر. ما محضر واحد، ماكو مدافع يعني اتكلمها، ماكو مدافعين موجودين، بس انا اللي شاهدته ميثم جبار بالزوراء على المستوى اللي دي قدمه كنت اتمنى استدعاء للمنتخب الوطني. مع ذلك يعني اذا اريد بالمدافعين اشوف انا وجود سعد ناطق افضل من بقيه المدافعين كون خبره وقريب على اللاعبين. بالوسط لا دقيقه سعد ناطق، سعد ناطق زين. وسط وسط اقبال زيدان، زيدان ضمن السن القانوني يلعب اولمبي، يلعب اولمبي اقبال العفو يلعب اقبال. عندك سعد عبد الامير وعندك ابراهيم بايش من ضمن الثمانيه اللي مختارهم الكابتن راضي شنيش. اذا بالوسط انا اشوف سعد عبد الامير، رغم يعني سعد عبد الامير اشوف انا افضل بالوسط من ابراهيم بايش سعد عبد الامير. وفي خط الهجوم ما بين ميمي وايمن منو؟ انا اشوف ايمن، ايمن حسين، ايمن بدلا من ميمي هو الافضل في هذه الفتره، وهذه الافضل يعني رغم بالقوه الجويه لكن بالمنتخب هو الافضل، لكن بالقوه الجويه اللي حدا للاسف المباريات الاخيره ما لكن سوى شيء. لكن اشوف اني ايمن الافضل اشوفه. ليش تراجع مع القوه الجويه بالمباريات الاخيره؟ وقلت لك ليش بعض المدربين اشكلوا على ايمن يقولون ده يولي الضغط على اللاعبين بعصبيته وصياحه اذا ما لعبوا له الكره؟ انت سالتني لي انا احكي كم مباراه الزوراء والجويه المرحله الاولى أي. اللي في ملعب الحبيبه وكان الزوراء الاقرب وصار اخطاء تحكيميه من هذه المباراه ولحد هاي اللحظه ظل الاسلوب على ايمن طويل، ايمن بالعكس دي يصح للاعبين تعالوا اسناد الي، اللاعب اللي دي يتعصب مع الحكم ومع الفار يقول له مشي المباراه بسرعه اريد مشي الوقت، بالعكس حريص ايمن. ايمن مو ابو سيفين ولا عنده عصا موسى بيه تلعب الكره الى براسه. اكيد كل لاعب طويل او لاعب قصير جيل زموي ايمن يمكن يقطعها، يعني اسلوب القوه الجويه ما خدم ايمن، الاسلوب ما خدم، بينما عند بايش وعنده علي جاسم اللي هم غير فعالين ومستوى ما يظهر لهم ما ظهروا بالشكل الامثل، لا علي جاسم ولا 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 بايش. زين، منع الاتحاد لمدربيه بالمنتخبات من الظهور الاعلامي والتصريحات شلون تشوف؟ اشوف انا هاي جيده وافضل انا اشوفها. ليش؟ يعني اكو بعض المدربين ممكن يخون التعبير او
يعني عنده شيء بداخله ويتكلم وتدري يسأل الإعلام الله يستر عليهم يعني وانت جزهم واحد من عندهم يا أخوي يدورون خبر دارون كابتن حيدر اليوم هو راح يداروني وعد وإذا نزلتهم عد غيره قولوا فلان كلها يعني للأسف تريد يعني بس تدور شو أغلبهم أغلبهم يدورون شو عذرا يحكيك أما البعض لا من ينتقد نقد بناء وليس هدام ولا يريد يدور شو أشوف هاي وجهة نظر صحيحة. المنع إجا بعد تصريحات الكابتن نزار عماد محمد. عماد لو نزار كابتن هو نزار. كابتن نزار صرح وراها بأسبوعين طلع كابتن عماد محمد اللي قال إحنا وصلنا لكأس العالم بالشباب كابتن راضي وصل بالأولمبي لأولمبياد باريس لكن مع المنتخب الوطني طلعنا من دور 16 إذا تتذكر التصريح. آه إيه نعم. ورا هذا إجا المنع. عذرا لأن أنا بعيد هالفترة. أي. صارت جت وين بعيد بتوك بدهوك وعدي ولاده جتني بنيه اه مبارك الله يبارك بيك وابتعدت ما شفت اللقاء بصراحه يعني العماد فهذا على ضوء صار المنع يمكن انت شفت برومو الكاس اس سيظهر في برنامج اخر مو منع تعال شنو الموضوع ما نقدر نحكي زحمه لا هو المنع على ناس وناس مو اعتراض هذا هذا كل القرارات صحيحه نجاح اعلامي ويحسب للزمن الطاهر وبالتوفيق وكل شيء بس انا احكي على قرار اتحادي صحيح انت ما نحسن الصح صحيح خليك كمل الجمله صحيح لا تكملها من حقه من حقه اي شلون تقيم عمل الاتحاد لغايه الان؟ من اي ناحيه؟ من كل النواحي مع المنتخب مع بقيه الالعاب الخماسي والشاطئ غير وهذا عمل الاتحاد والصالات وغيرها هل نجح الاتحاد بقيادة عدنان درجال؟ نجح بكل الملفات؟ مو بكل الملفات بس نجح نجح واني قبل ما يستلم عدنان الاتحاد وقبل ما يستلم وزير يعني أول واحد بلغته أني قلت أنت مرشح وزير خبرت القطار قلت في أحد القنوات قلت عدنان إذا استلم الرياضة راح يطور بالرياضة وراح يحقق إنجاز بعدك على هذا كلامك؟ وبعدي نفس هذا الشيء ممتاز يعني أنت داعم لمشروع عدنان درجال مو كل بكل شيء دائما دائما مشروعه بنجاحه لكن ايضا عنده كابتن عدنان اخطاء وسلبيات مثلا بيني وبينه نتكلم انا نتكلم وياه يعني تكلمت وياه اي يسمع يعني بعض الاحيان سمع وبعض الاحيان لا والله ما سمع ما يسمع يعني انت مع لكن... مع ولايه ثانيه لعدنان درجال بالاتحاد لو مع التغيير مع ولايه ثانيه بتغيير بعض الاشخاص اعضاء الاتحاد ما عاجبك أداهم مو ما عاجبني أداهم ما لهم دور كان إيه أكو ما لهم دور يعني للأسف يعني فأتمنى يعني هذا الشيء قلت لك وجود قد منهم ما لهم دور يعني 3 أعضاء إلى 4 بيهم نجوم دوليين يكفوا بس يعني شنو يكفوا بس ومن النجوم الدولي عندنا 4 بالاتحاد من النجوم من النجم الدولي عدنان درجال نجم دولي توفى هو يونس محمود ايه؟ نجم دولي غانم عريبي غانم عريبي نجم دولي ومونديالي واسم ايه كبير ايه 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 محمد ناصر شكرون نجم دولي ايه غير أربعة ايه هذول ثلاثة ما شاء الله زينين يونس موجود غانم على الأولمبي ومحمد ناصر على الشباب جيدين يعني عاجبك أداهم أكيد عاجبني أداهم كأعضاء اتحاد بصراحة وحتى عندك أبو ديالة إذا تذكرون خلف 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 أيضا لاعب كرة قدم مو دولي مو دولي مو دولي بس لاعب مو دولي يعني على قولتكم طخ طوبة من يظهرون مو هي فقط تشوف بالسوشيال ميديا يونس عدنان غانم محمد ناصر بقي ما نشوفهم نادر ما نشوفهم بس هو عمل الاتحاد مو مال ظهور يعني أكو أكو تعالوا اشتغلوا لي التليجان وتفاصيل وقرارات بالخفي ما نشوفهم يعني مثلا ما نشوفهم يعني ما اشوفهم وياهم ما اعرفهم ما اعرفهم بس ما اشوفهم يلا جسمهم فنريد لهم يعني حضور عمل كذا فلان حيدر محمود سوى فلان ما اشوفهم السفرات مع المنتخب الوطني بالسفرات كل موجودين حتى المرافقين وياهم موجودين بالسفرات عادي هم ما عاجبتك هاي النقطة ما سفرات؟ اي ليش شكوا بيها؟ تدفع من جيبك؟ شكوا بيها والله ليش كلكم قابين يا بيت والله لا انا خلفنا خلينا نقول بالسفرات موجودين هم مرافقيهم اي شكوا بيها يعني كانه ما احسك ممتعب انا اتمنى كلهم يجون حتى بالدوريات باللعبات من كلهم يشاركون ما يجون بالمباريات ممكن وين من يجي واحد او اثنين من يجي ايش بيسافر طياره حلوه ومرتاح مو قبل الطيران لو احنا بالجت نروح بالسياره نقعد على المحرك ندفع عليه وهاي والسيطره توقفنا طريبيل وهاي وين هسه
بالنتيجة هو رايح يمثل العراق وبوفد رسمي وداعم للمنتخب. بعشكوا من جيبهم دافعين ليشتكون ويعترضون من جيبهم؟ جيب الحكومة هي لعش شنو؟ خذوها هاي حيدر محمود يرد على معترضين كثرة السفر للاتحاد ويدافع على أعضاء الاتحاد. شنو من جيبكم دولة ودها تدعم على شنو؟ ليش ضايجين؟ والله والله حسك ما مقتنع. ما أدري مشتغلني ما أدري مشتغل العالم. تدري ليش أغلب النجوم أو اللي ينتقدون اللاعبين؟ هي والله أحكيك إياها. يعني لاعبين حققوا إنجازات على المستوى العالي في بطولات كأس العالم، بطولات الخليج العسكرية وأمم آسيا والآسيوية. وصدر قرار من اللجنة العليا، نقول لجنة البرلمان وأيضا رئيس الوزراء موقع عليها على قطع الأراضي. فيستغربون أغلب اللاعبين ويصير إحنا مرات جلوس بيناتنا ونتكلم لحد هاي اللحظة. إحنا من 2013 لحد الآن ما حد له نظرة أو رأف بهاي نقول المجموعة من اللاعبين الدوليين اللي مثله وقطع الأراضي اللي هم هذا أقل شيء قدموه. على عكس يقول لك هسه بطولات جاي تروحون تسوون إثبات حياة. هاي انطام كبرى هي 300 شوف والله غير اني موجود طبعا 382 ينطونها مو 400 واثبات حياه. يا زين اقول مرات هذا التليفون فيديو ويفتح لك فيديو هي ثاني حيدر لا الا يجي يبصم كذا او تروح بالسفر. يعني حتى تكلمت مع سياده الوزير ذاك يوم كنا بجلسه احنا قاعدين طعام مد المبرقع اي الله يبارك فيه يعني رجل متواضع جدا وقال ان شاء الله راح الغي هالفقره. قلت له يا سياده الوزير اكو بعض النجوم. تدري كم سنه صار لها هاي الفقره؟ أربع خمس سنين يمكن ما حياتي ثلاث سنين أربعة. يعني شنو إني اللاعب الدولي حيدر محمود أثبت لكم إني ما زلت على قيد الحياة. من المشكلة شنو؟ وتبصم. أس إحنا ما يخالف هنا أنا. أكو ناس بعيدين. أكو ناس مرضى. تكلمت عاوز. جاهم 300,000. نجوم عندي برا بأوروبا لي خابروني معوق ما يقدر يروح للقنصلية. القنصلية بعد عنا ثلاث ساعات أربعة في سبيل يثبت روح جيب لي البطاقة فلان. قلت له يا سيد وزير هي افضل شيء حياته المهم خلوا هذا السوشيال ميديا والله ما بس للتيك توك وغيره ابا راح حياته حي يرزق علي سالم حياته اذا صورك طولت العمر خلاص يعني اكو وسائل اثبات اخرى. قال لي بلغهم ان شاء الله راح يصير هاي الاجراءات والله يبارك فيه وعلى قد هالوزير. شكرا. اما بخصوصنا احنا حتى ما نختم قلت لك هي انقطع الاراضي اللي لا حول ولا قوه لحد الان هي اثرت نوعا ما. واكو عضو اتحاد زعلان قلت مستلم قطعتين بشهر واحد. مو عضو اكو اثنين استلموا عضو اتحاد اثنين واكو بالكوادر استلموا ايضا اثنين. لا مو هذا الزعلان طلع عنده قطعه سابقه ثلاث قطع ماخذ من الدولة. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا شكرا لك شكرا موصول لكم مشاهدينا نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمه الله.